القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب، وهو يحسب له كل حساب. أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام.